عن زوار مسألة الكراء، مقهى ومطعم يلقي بالقضيقرة افتتح نشاطه صبيحة اليوم الثلاثاء. نعم سي عبد الودود، يبدو بأنه هذا الفضاء الثقافي يشغل مجموعة من المغاربة والأجانب وخاصة الإفريقيين، عدد المشغلين الذين يشتغلون في هذا الفضاء. أولا قبل كل شيء أقول لك بالله أن هذه السياسة اللي أخذها أنا، اللي يكونوا كثير من الحضارات في هذا المحل، لأن محل تاريخي والتاريخ ديال المغرب مزيج من الحضارات، ألا وهو الحضارة البربرية، الحضارة العربية، الحضارة اليهودية، الحضارة الإسبانية والحضارة الفرنسية، فهذا هو اللي أعطى واحد الميزة للدولة ديالنا والوطن ديالنا العزيز المغرب. فلهذا انا متابع السياسه الحميده الملكيه ديال الدوله ديالنا، وبالافارقه مرحبا بهم، والمسيحيين مرحبا بهم، واليهود مرحبا بهم، وكل الجنسيات في العالم مرحبا بها اللي تعطي واحد الاضافه لهذا البلد العزيز. كنرحبوا به بالف مرحبا، وكنقولوا دائما المغرب بلد السياحه وبلد متفتح على العالم، فلهذا كنخدموا كيف حال فيه كثير من المغاربه في العالم باسره، في استراليا، في امريكا. انا زرت العالم في 5 قارات، ما كاينش البلاصه اللي يمشي لها وما لقاش فيها شي مغربي. فلهذا المغرب متفتح للخروج ومتفتح كذلك للدخول، يعني كيهاجر ومتفتح كذلك للهجره لحضارات اخرى تدخل المغرب، يكون واحد المزيج من الحضارات اللي كتعيش به المغرب منذ زمان، ماشي لاول مره. نعم، اذا هذا التنوع الثقافي ستحاولون ترسيخه ونشره؟ اكيد. نعم اكيد، انا اللي تخدم الدوله انا معها. نعم هذا من جهه. من جهه اخرى، هل هذا الفضاء الثقافي سيقدم اطباق مغربيه اصيله الى جانب المطبخ العالمي؟ بطبيعة الحال هذا المطبخ الميزة اللي فيه، وهو كنسافروا حول العالم من مدينة القنيطرة، ولو شفت عندي حتى لي شاغيو ديال الطائرة، كأن الإنسان جالس في الطيارة وكي يعني مسافر، عاملين حتى بعض المأكولات اللي كنسميوها بورليوتي بيروت، بورليوتي بانكوك، بورليوتي ميلانو، بورليوتي باريس. فاحنا كنسافروا مع المطابخ بدون سفر،